Dear students, welcome to this presentation. Solve the application number 2. C is a circle of center O and radius 2 cm. A is a fixed point outside the circle C, such that the distance OA equals 6 cm. فإذا الA هي fixed point بتبعد عن الO 6 cm. Let M be a variable point on the circle C. هيدي الM variable على circle C. The internal bisector of the angle MOA بيقطع الام A in a point I. أكيد الانترنال بايسكتر بنرسمه بالكمباس، كلكم بتعرفوا بالصف التاسع. السؤال بيقول لي through I من النقطة I بنرسم parallel لل OM. This parallel بيقطع ال OA بنقطة مين J. أول سؤال بيقول لي show that OIJ is an isosceles triangle. عبارة عن isosceles. It seems of vertex J. مبينة هيك. تاني part بيقول لي show that IM divided by IA this ratio equal 1/3. طبيعي لك هي أصغر من واحد الراتيو لأنه الـ IM هي الـ smallest والـ IA هي الـ greatest. تاني part بيقول لي برهن الـ I هي image لـ point M بديليشن. طبيعي السنتر حيكون مين الـ A والراتيو منحددها خلال الحل. ليش عم يسألني هالسؤال؟ حتى بعدين يقول لي إذا الأم عم تمشي على السيركل وين الآي عم تمشي؟ أكيد على السيركل سي برايم هي إيمج لمين؟ للسيركل سي. بارت سي ديديوس اللوكس مثل ما حكيت بيرجع بيقول لي شو ذات أو جي إيكوال 3/2 سنتيمتر 1.5 سنتيمتر. سؤال في حدا فيكم عمل correct imagination that J is a fixed point؟ يمكن الأمور لحد هلا منا واضحة. خلينا نعمل بلاي للفيديو وتبين معنا ليش إذا الأم بتمشي على السيركل سي جي هيدي تحديدا تطلع فيكست، وتفاصيل تاني بنشوفها بالفيديو نحن وياكم. فإذا بدي عم سرع شوي بالفيديو، لاحظ كل ما الأم تمشي على السيركل سي observe by your own it is very clear that I will trace a circle C prime. لحد هلا ما عندي معلومات عن السيركل سي برايم، ما بعرفها للسيركل سي برايم، ولكن بدي اوصل انه برهن السي برايم هي ايمج للسيركل سي باي سبيسيفيك دايليشن. طبيعي السنتر، ليش بروح تفكير السنتر اي؟ لانه الاي هي الفيكس بوينت. كل هذه الامور بده الطالب بس يحل سؤال باللوكس، بده يجمع كل افكاره، بده يكون فاهمين شو عم يعمل. طيب ولاحظ شو لاحظت الجي على طول هي فيكست. لاحظ الجي هي فيكست بوينت، شيء كثير حلو. صح الاي هي فاريبل بوينت لانه اكيد الام فاريبل، ولكن البارلل اللي بنرسمه من الاي اللي هو اي جي تو او ام بيقطع الاو اي بفيكست بوينت. كرمال هيك اخر بارت من اللي برهن الاو جي هي 1.5 سنتيمتر، ولا لو ما هي فيكست ما بيسالني هيك سؤال. خلينا نبدا بالحل. Let's start. Solution. أول شيء عندي الرسمة، خلينا نطلع بالرسمة نحن وياكم. نجيب القلم. هيدي الأنجل طبيعي جدا بتساوي هيدي الأنجل alternate angles. هيدا حرف الزد M O I J form a letter Z، وكلنا بنعرف الالترنيت يعني letter Z. وكمان هيدي الأنجل بتساوي هيدي الأنجل لأنه ال O I internal bisector. طيب هاي قد هاي وهاي قد هاي، consequently يعني هاي قدها، يعني هاي بوزن هاي إذا بدك، وهاي وهاي نفس الوزن، صاروا هالتنين نفس الوزن، أكيد مش وزن يعني بس إنه for example هاي تو these two angles are equal، يعني هذا triangle صار أكيد هو isosceles of vertex J. هذا أول part انتهينا منه. تاني part باللي برهن ال IM look at the ratio IM divided by IA equal 1/3. يعني تخيل هيدي الريشيو IM على IA تبقى شو هي constant ratio، شيء كتير حلو. طيب كيف بدنا نفكر سوا بهيك سؤال؟ عندي parallel، مجرد انه عندك parallel يعني صار فيك تطبق مين this property. اول شيء ال OM parallel لل IJ by construction of IJ هو ال parallel، معناها IM look at the figure على IA طبيعي equal مين؟ JO على JA.
ومثل ما عودناكم بس نكتب اي بروبرتي لها علاقة بثالث we should respect the order الصغير على الكبير بتساوي قبالة الصغير على الكبير. كمان هذه الحالة ما بتكفي، كمان عندي الاو ام parallel للاي جي معناها two triangles are similar. طبيعي هاي الانجل قد هاي الانجل كلها سوا بالسبب corresponding، كمان هيدي الانجل اللي هون قد هاي corresponding، يعني حرف الاف اللي بيعمل corresponding usually بيكون عندك parallel بتعبر عنه بحرف اف. يعني هالتو triangles A I J و A M O are similar، واكيد ال A هي common between، ثلاثة انجلز بالاول قد ثلاثة انجلز بالتاني similar. بنكتب ال ratio of similarity. شو هي ratio of similarity؟ خليني اجيب المحاية ومحي الرسمة انه تعجوت شوي، نرجع نجيب القلم. شو هي ratio of similarity؟ A M the greatest، ركزوا معي بالفكرة، على ال smallest بتساوي the greatest على the smallest. هلا هيدي بتتكمل معنا كمان the greatest على the smallest، هاي هي. او اذا بدك كمان هي ثالث بروبرتي. هلا شو بنعمل؟ بصير اي ام على اي اي، الام او هي ار، هي دي الراديوس ايكوال تو بقيمتها على او جي، محل الاي جي بستبدلها باو جي لانه انت بدك توصل لمين؟ تشتغل هون على هالجهه. بتصير كمان هيدي الاي او هي 6 بدلناها بقيمتها على اي جي. طبيعي يعني اذا عندك هاي على هاي بتساوي، تستنتج منها انه هاي قسمي هاي 2 على 6. لتتاكد اكثر اعمل لهم كروس ملتيبليكيشن، فاذا بيطلع الريشيو قد 1 على 3. هيدي هي استعملناها الاي جي، اي جي هي 1 على 3. ولكن ما تنسى كمان هاي بتساوي هاي، يعني عمليا الـ I M على I A هي 1 على 3. شيء كثير حلو. فإذا الـ I بتقسم هذا اللاين سيجمنت بريشيو 1 على 3، والـ 1 على 3 هي أصغر من 1. طبيعي الـ I M هي أصغر من I A، يعني الواحد بده يضل منتبه مش بس يكتب ريشيو، يضل منتبه كمان للريشيو صغير على الكبير صغير على الكبير. خلينا نكمل الحل. يرجع بيقول لي برهن الـ I، بدي برهن هلا شو؟ انه في dilation، انه الام عفوا الاي هي ايمج لام بديليشن. طبيعي لما عم يسالني هيك سؤال شو بنعمل؟ نشتغل بهيدي الريشيو اللي برهناه. نحن برهنا ريشيو هاي على هاي 1 على 3، يعني 3 اي ام اي اي. ولكن الاي ام بشو في استبدلها؟ بكل بساطه في استبدلها ب اي ام ناقص اي اي. ليش عم بيشتغل هيك؟ بدك تنتبه، بدك تنطلق دائما السنتر اللي لك مين بده يكون؟ للديليشن اي. وبدك تحول اجباري الاي لمين؟ للاي ام، يعني عمليا الايمج بده يكون عندك مين؟ الاي هي ايمج الام، على هيك بدي انطلق باي ام. اي نمط انا معلمكم دغري هيك على السريع، ايمج equal k object. انطلاقا من هيدي ال consequences بركز انه بلش AI هي image AM، طلعت 3 ارباع AM. كمان بدي راعي الاتجاهات و same sense، على هيك ال vector AI صار بيساوي 3 على 4 AM. بتمنى منكم توقفوا الفيديو وتحلون لحالكم، وهدي محلولين عندكم على الكتاب. معناها ال I هي image لام بديليشن سنتر اي، والريشيو لها 3 على 4. الاي هي ايمج للنقطة ام بديليشن سنتر اي، والريشيو 3 على 4. وطبيعي لانه نحن لاحظ صغرنا الاي اي هو ريدكشن عمليا للاي ام بريشيو 3 على 4، وهيدي هي الاتش لام هي. طيب هلا كيف بكمل؟ اذا الام عم تمشي على هالسيركل وهيدي اتس ايمج، يعني طبيعي بتمشي على سيركل، والسيركل سي برايم النيو سيركل هي ايمج للسيركل سي. لا تاس كومبليت. فاذا هيدي المين ايديا هون، الام على السيركل يعني الاي على السيركل مين؟ سي برايم. عم نرجع نكتبهم، عم نفصلهم بالحكي هون. طيب كونستراكشن اوف ذا سيركل سي برايم، السنتر للسيركل سي برايم انا مش عارفه،
بسميه O prime. كيف بدي حدد جيومتريكال O prime؟ الأتش عم بتحول السيركل C للسيركل C prime، طبيعي بتحول السنتر للأوريجينال للسنتر أوف ذا نيو سيركل. يعني أول معلومة about O prime هو على اللاين OA، هيدي معلومة رقم واحد. نحن هون معلومة رقم اثنين، عم بتحول الأم لآي مثل ما حكينا، الآي هي الإيمج لأم بديليشن سنترا اي، والريشو ما تنسى 3 على 4. وكمان عم تحول الاو لمين؟ بدها تحول الاو لاو برايم. هلا بتشوف الاو برايم حتطلع على الجي، معناها هيدي 3 مرات 3 على 4 هاي كاركترستيك بروبرتي، يعني هاي باراليل. اجمع لي هودي الافكار، من ناحيه انت على الاو برايم هي على الاو اي، من ناحيه تانية هي على الباراليل درون فروم اي تو ام which is geometrically J. Therefore, O prime is coinciding with the point J. يعني عمليا O prime هي مين؟ هي point J. وهيك بنكون عملنا constructed geometrical لل O prime. يعني عمليا مين هي السيركل C prime؟ هي السيركل بتمرق بمين؟ تمرق بI، والradius لها مين؟ هي هاي. بس انترى مين؟ J. هيك بنكون رسمنا. هلا كل هالامور خلينا نشوفها سوا بالفيديو. الفيديو بيوضح كل شيء عم نحكي، بس خليني بالأول محي الرسمة و play the video to understand all these okay ideas. هلا حنعمل play للفيديو. لاحظوا لحالكم كل ما الام مشت فائدا على السيركل سي، طبيعي الاي تمشي. لاحظ الجي فيكست، ها. هلا بدي اقول له، بدي اعطيه اوبشن، بدي اقول له تريس اون الاي اذا الام انيميشن، يعني الام عم تتحرك. هترك الفيديو لحاله. It is very clear كل ما الام مشت على السيركل هيدي عم تمشي على السيركل سي برايم. شو قصتها السي برايم؟ سنترة جي برهنها، سميناها او برايم، برهنها الاو برايم على الجي. فإذا هيدي هي الاي. سي برايم هي ايمج للسيركل سي بديليشن اوف سنتر اي، والريشو مين؟ 3 على 4. كرمال هيك زغرت اذا بتلاحظوا بالسايز، ما الاريا لهاي هي كي سكوير الاريا لهاي. وهيك بنكون نهينا. بيبقى عندي فكره لبرهن الاو جي هي قد 1.5، طبيعي لانه جي هي فيكست. خلينا نكمل. هيدي الـ OJ كيف بدي برهنها 1.5؟ أول طريقة جي، شو قصتها؟ أرجع أجيب القلم. أول طريقة جي هي السنتر، والـ IJ الـ I على السيركل، يعني IJ هي R برايم. وكلنا بنعرف الـ R برايم شو هي؟ R برايم هي absolute of K ضرب R. هلا هون مش فارقة الـ absolute لأنه الـ K هي 3 على 4. يعني عمليا صارت الاي جي اللي هي ار برايم هي 1.5. هذه طريقه. في طريقه كمان مثل ما تعلمتوا بالتاسع، ما نحن برهنا هاي، برهنا الجي او على جي اي هي 1 على 3 بروف. ولو شو بعمل؟ بدل الاي جي شو بكتب؟ بكتب او اي، بشيل منها مين؟ بشيل منها هاي. لك وين؟ جيبها هاي الجهة، بصير الـ OJ 6 على 4، يعني 3 على 2 OJ. ما بده ينتبه التلميذ انه ليتخلص من هاي بده يحط 6 ناقص هاي. وهيك بنكون نهينا السؤال، بنكون عملنا انيميشن. السؤال موجود عندكم على الكتاب، بنصحكم وقفوا الفيديو خلال الحل وحاولوا حلوا السؤال لحالكم وقارنوا الأجوبة مع الأجوبة الموجودة على الكتاب. Thanks for your listening.